اللوتي قداش نكرهها مسكينة تونس. مقال بإمضاء معز زيوت تلقاوه في الصفحة الخامسة من الشارع المغاربي. صورة معبرة سكة طفل صغير قدام ساك متاع بوبيل فيها براتيك مود بيبس بلاستيك متكي عليها. أنا دمرتني التصويرة ديك، أنا دمرتني حال الطفولة في تونس. يعني وليد صغير حات راسه بين يديه ساك بلاستيك فيه بيبس بلاستيك وقاعد على السكة، إيش يعمل غاديك؟ يا ترى ينتظر التران باش ينقز في التران ولا يرمي روحه قدام التران ولا يهبطش مواطن فبتي ولا لا يسخف عليه. شفت حال الطفولة هذاك يلخص كل شيء، كل شيء يلخص الوضع العام. وقت اللي ترى طفل شكون الولد هذيك نحكيه، احنا على اطفال الشوارع نحكيه، على اطفال مهملين نحكيه، على اطفال اللي راهو فيهم كل يوم تقام في الضوء اللي يبيع لك في السجائر واللي يبيع لك واللي يمسح في البرابيس ولا باكو كذا ولا كذا، واللي ساعات يطلب فما عصابات وراها، فما اكيد فما عصابات وراها. شكون العصابات هذه؟ شكون قاعد يحرك فيها؟ مع الاسف هذا الوضع وين وصلنا له، لان اذا حال الطفوله بهذا الشكل البائس هذاك كله يختزل حال البلاد، حال البلاد اللي قاعد عايشته اليوم. ومن خلال وضعيه ووضع الطفوله اليوم لطفي العمير تسال عن البلاد مستقبلها كيفاش باش يكون. إذا الطفولة هي الورشة التي يصنع فيها مستقبل البلاد بطبيعة الحال السؤال واضح وصريح، لكن خليني نقوله كلمة، أنا ما نحبهاش كلمة مسكينة تونس. علاش؟ علاش؟ خاطر تونس خير منا برشا، احنا الناس اللي معمرين. دونك الألوان الأصح مساكن التوانس. تخيلي أنت وكان جاء الشعب الألماني هو اللي ساكن في البلاد هذه، راه حولوها إلى جنة الله فوق الأرض. احنا عندنا احسن موقع تقريبا في العالم، احنا موجودين في السنتر فيل متاع العالم اللي هو البحر المتوسط وين تخلقت ونشأت الحضارات الكل. احنا احفاد القرطاجانيين، قرطاجانيين كانت الاساطيل متاعهم توصل حتى الى الغرب الافريقي. احنا امس في الايام مع حمودة باشا وقفنا الاسطول الامريكي واجبرنا امريكا باش تعمل معانا معاهدة سلم تتشحت وتوصل فينا باش ما عادش احنا نعطلوا الاساطيل نتاعها، وبعنا وشرينا معها وحكمنا عليها وفرضنا عليها شروطنا. دونك اليوم اذا ثم مساكن راهو الشعب هذا ماهوش البلاد هذيا، اش تحب تعمل لك اكثر تونس من اللي هي بطبيعتها خلقتها معناها موقعها خيراتها شبوبيتها هذا الكل يخلي انه المسكين واللي معناه مش حتى المسكين معناه لوفوتيف خلينا نقول والغالط في حق البلاد هما ناس البلاد. ثم كلمه حلوه اش تقول إيمان ومنيو تقول لك راه ما فهمش معناها دول فقيرة دول غنية، فما شعوب لا 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 فما شعوب غنية فما شعوب فقيرة، تبدأ شعوب خدامة وتثني الركبة والضمائر حية، وقتها تولي البلاد جنة على الأرض. دونك انتي والناس اللي تسكن فيها البقعة. شكرا لطفي العماري، بعد شوية موجز مدينة.